عليكم ورحمة الله وبركاته. عاجل بالماضي يأمر بخطف موهبة عالمية من منتخب فرنسا. أتمنى من أخونا أخواتي الآن وضع اللايك والاشتراك في القناة، تشرفوني بلايكم والاشتراك بتاعكم. تحية الجزائر وأهل الجزائر، وما بنسى تحية كبيرة لجميع متابعيني وكل من يرى هذا الفيديو. جمال بالماضي يأمر الاتحاد الجزائري بخطف موهبة عالمية جدا جدا من منتخب فرنسا. هذا اللاعب هو أقل من 20 سنة، موهوب جدا جدا، وهذا اللاعب اسمه جونس راهو. وهذا اللاعب، هذا الاسم طبعا أنا عارف أن الكل يحكي هذا اسم أجنبي، لأنه عايش أيضا بفرنسا، مواليد هناك ويلعب. طبعا هو الآن أيضا بيلعب مع منتخب الجزائر اللي هو أقل من 20 عاما طبعا. ولكن منتخبات الشباب ليس ضرورية على أنه يلعب مع المنتخب الأول. طبعا هو كان بيفكر أنه هو يلعب بمنتخب فرنسا بعد بطولة كأس العرب الحالية طبعا. طبعا ومشاركته في منتخب الجزائر اللي هم أقل من 20 عاما. طبعا اللاعب عمره 19 عاما، وجمال بالماضي اهتم بهذا اللاعب، اهتم بهذا اللاعب وتم الاتصال به مباشرة وتم الحديث معه، وإنه هذا اللاعب سيكون إن شاء الله مع المنتخب الجزائري بإذن الله تعالى. وأيضا بالماضي هو الذي أمر الاتحاد الجزائري بأن يتحرك ويخطف هذا اللاعب. وبدأ طبعا هذا اللاعب يحمل الجنسية الفرنسية، وبدأ فعلا تغيير الجنسية إلى جزائرية.